اهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات العاب الاطفال. النهارده جايبه لكم بقى سلك كلاي، ده حاجه كده طينه جديده. هنشوف ده عباره عن ايه وهنفتحها بقى النهارده مع بعض ونشوف ايه. سلك يعني حرير وكلاي يعني ايه شبه العجينه كده. هنفتحها النهارده مع بعض ونشوف ده يا ترى شبه الصلصال الذكي ولا شبه الايه سلايم. طيب تعالوا نفتح بقى اللعبة الفظيعة دي ونشوف الألوان بتاعتها الحلوة قوي. في عندي لون الأورنج والأزرق والأبيض والموف والأزرق الفاتح، في ألوان كتير قوي شكلها حلو. مكتوب ان هم 10 في 40 جرام ولازم تكون لأطفال فوق السن 3 سنين، ومكتوب عليها هنا الطريقة ان احنا نستخدمها بيها، ومكتوب انها ايه يعني نفتحها بقى ونشوف هنلعب بيها ازاي. وهنا بصوا في سمكة على الوش شكلها جميل قوي. وبعد شوية بعد ما بنسيبها تقريبا 24 ساعة بتنشف وبتتشكل بالشكل اللي احنا عايزينه. اوكي طيب دلوقتي بقى احنا هنفتحها ونشكلها ونقعد نلعب بيها. بعد كده ايه لازم نحط عليها شوية مية علشان تكون تكون مظبوطة بالظبط يعني. اوكي هنفتح بقى دلوقتي اللعبة ونشوف ايه دي. نجيب اول لون مثلا معايا البامبا، وتاني حاجة بقى دلوقتي معايا اللي هو اللون الاخضر اللي هو الفاتح ده او اصفر فاتح، ولون البرتقاني ولون الاخضر الفاتح برضو، وده الازرق. الالوان كلها جميلة جدا، وده بامبا فاتح خالص، وهنا ايه ده لون بقى برضو ازرق عمدي على لبني، وده موف، ومعانا ايه تاني معانا ده اللون الابيض والبرتقاني. بص الالوان شكلها جميلة جدا، اختلاف بس درجات. هنفتح بقى واحد اللي عجبني مثلا اللي هو لونه لبني فاتح ده، هنفتحه بقى دلوقتي نشوف ايه ازاي احنا نقدر نلعب بيه. اوكي بعدين بعد ما فتحناه زي ما قلت لكم لازم نزود عليه شوية مية، وهنختبره بقى ونشوف هل هو شبه الصلصال ولا شبه الايه سلايم. بصوا شكله الله، شكله حلو جدا ومختلف كده ومميز. هنقعد بقى نلعب بيه ده، لما بنسيبه شوية بينشف وبياخد الشكل اللي احنا عايزينه، وريحته كمان جميلة جدا بس ايه يعني نفاذة شوية. هنقعد بقى ايه نفعص فيه كده ونلعب بيه شبه الايه الجلوتاك اللي هو بيلزق. مسلي جدا الصلصال الفظيع ده. بصوا بقى عمال اجربه لكم اهو واوريه لكم. ده شبه الايه ما اعتقدش ان هو شبه، بص عامل زي اللبان بيمط كده، بس ما اعتقدش ان ده شبه الايه السلايم. انا شايفه ان هو شبه الصلصال اكتر. بصوا ده الباقي بتاعه العجينه كلها، معجبه بيه قوي. وبعد ما بيتعرض بقى للهواء بينشف بقى خالص، ممكن احنا نرجعه تاني. تعالوا بقى نشوف ايه لون تاني مختلف، لون البامبا. الله انا عجبني جدا. تعالوا بقى نفتحه. بصوا الله فعلا شكله حلو قوي، ده فعلا انا حاسه ان هو ايه صلصال ذكي، مش حاسه ان هو سلايم خالص. برضو اكتبوا لي بقى في الكومنتات ايه رايكم، انتوا حاسين ان هو سلايم ولا ايه الصلصال الذكي. بصوا فعصوا لكم اهو، ممكن بقى احنا نحطه في اي حاجه ونسيبه ينشف مع شويه ميه وهيكون ايه يعني مظبوط بالظبط. لما بيتعرض للهواء بينشف، ده ناشف سنه عن التاني، فعشان كده ممكن نحط عليه شويه ميه لو هو حاسين انه هو ناشف شويه. انا ممكن بقى اعمل لكم فيديوهات تانية ان نلعب بيه بقى واعمل لكم بيه اشكال كتيره مثلا زي السمكه اللي موجوده. نعمل بيه، اكتبي برده في الكومنتات لو عايزين اي حيوان مثلا معين نعمله بالصلصال الكلي الفظيع ده اللي هو شبه الحرير، انا هعمله لكم. بس ملمسه ناعم جدا ومسلي ولذيذ قوي، ممكن نلعب بيه كذا حاجه ونعمل بيه مشاريع في المدرسه او نلعب بيه مع صحابنا. انا بحبه جدا وعجبني جدا وبيشتغل كويس. بصوا بيمط كده مني عادي، فانا شايفه ان هو ايه يعني وكمان بينط. ايه ده الله، ده بيعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت. انا معجبه جدا بالصلصال الفظيع ده. بصوا بيمط ازاي وبيرجع يتشكل تاني.
الله ده حلو جدا، انا عجبني قوي يا اصحابي. اكتبوا لي بليز في الكومنتات ايه رايكم في الصوصال الفظيع ده، عجبكم ولا لا؟ هستنى اصحابي الكومنتات بتاعتكم، قولوا لي بقى الاشكال اللي انتوا عملتوها بيه وايه الاشكال اللي انتوا عايزين ان انا اعملها لكم. هستنى الكومنتات بتاعتكم ولعبوا بقى بيه كتير. وبليز يا اصحابي كمان ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وسبسكرايب عشان يجيلكم كل جديد من فيديوهات العاب الاطفال. هستنى اصحابي الكومنتات بتاعتكم، هتوحشوني قوي. باي باي.